خلصنا النواة، هندخل بعد كده على السيتوبلازم. وقلنا ان السيتوبلازم ده مادة كده زي الجل يا ولاد، عشان كده العضيات لما بتبقى جوه السيتوبلازم لا بتروح ولا بتيجي، بتفضل في مكانها مستقرة. ليه؟ علشان السيتوبلازم ده مادة شبه سائلة كده، بتتكون من مية، مواد عضوية، بروتينات ومواد غير عضوية. بتكون فين؟ موجودة ما بين الغشاء الخلية والنواة. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيشكل جزء مهم جدا في، قلنا، في تحقيق التوازن داخل الخلية. عشان كده لابد الحفاظ على تركيبه، يعني لو اي مشكلة حصلت في السيتوبلازم هيختل التوازن داخل الخلية. بيتكون من ايه؟ يا اما من الهيكل الخلية، يا اما من العضيات جوه. تمام. هيكل الخلية بقى اللي بيحافظ على الوضع بتاع العضيات ده، هيكل الخلية ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خيوط دقيقة وخيوط بينية، وعبارة عن أنابيب دقيقة، يبقى خيوط وأنابيب. وظيفته ايه؟ أول حاجة بيحافظ على استقرار العضيات زي ما قلنا من شوية. تاني حاجة بيدي الخلية دعامة وبيساعدها انها تحافظ على شكلها وقوامها، وكمان بيتحكم في وضع وتحرك العضيات داخل الخلية. وهيكل الخلية كمان بيعمل مسارات نقل المواد المختلفة من موضع لآخر داخل الخلية. طيب بالنسبة للعضيات، قلنا في عضيات غير غشائية وعضيات غشائية. العضيات غير غشائية اللي مش حواليها غشاء زي الريبوسومات والجسم المركزي السنتروسوم. بالنسبة بقى للعضيات الغشائية اللي حواليها غشاء، غشاء إذا مكون من الفوسفوليبيدات بيتأثر بالمذيبات العضوية اللي هي الغير قطبية، أي مذيب بقى. فليه؟ لأن الفوسفوليبيدات دي لبيدات دهون، فبتتأثر بالمذيبات اللي هتدوب فيها زي المذيبات العضوية، المذيبات اللي هي الإيه؟ الغير قطبية. نركز. العضيات الغشائية زي الشبكة الإندوبلازمية، جسم جولجي، اللايسوسومات، الميتوكوندريا، البلاستيدات والفجوات. اول حاجه هناخدها في العضيات غير غشائيه هي الريبوسومات. الريبوسومات دي مهمه جدا جدا جدا. الريبوسومات دي قلنا ان هي بتتكون من ار ار ان ايه، فاكرين اللي كان بيتكون داخل النواه وبيخرج من خلال مسام الغلاف النووي اهو. يبقى الريبوسومات بتتكون من الار ار ان ايه زائد البروتين، ده تركيبها. الريبوسومات دي بتكون قلنا غير غشائية، وظيفتها ايه؟ انها بتقوم بعملية ترجمة البروتين او تخليق البروتين. ايه تخليق البروتين ده؟ ان بيحصل عملية ترجمة لنوع من انواع الـ RNA اسمه الـ RNA الرسول او الـ mRNA. الترجمة بتاعته دي هي دي المقصود بيها ايه؟ تصنيع البروتين. ده بيقوم بالريبوسومات، بتبقى موجودة في الكائنات بدائية النواة 70S، يعني عددها بيكون أقل. خلاص. بالنسبة للكائنات حقيقية النواة بتكون 80S، وS دي الوحدة اللي بيتقاس بيها الايه الريبوسومات. يبقى في بدائية النواة 70S وحقيقية النواة 80S. ليه هي أكبر في حقيقية النواة؟ لأنها بتتكون من عدد أكبر من البروتينات والـ RNA. لسه قايلين إن الريبوسومات بتتكون من RRNA زائد بروتين. طب بتبقى موجودة في مكانين قلنا، يا إما موجودة منتشرة في السيتوبلازم، يا إما على السطح الخارجي للشبكة الإندوبلازمية الخشنة. الريبوسومات دي بتتكون من وحدتين فرعيتين، أحدهما كبيرة والأخرى صغيرة. خلاص. بيبقى زي ما اتفقنا مكون من الـ RNA والبروتين. طيب المنتشرة بقى في السيتوبلازم دي بيكون عددها قليل، بتكون موجودة في صورة مفردة أو متجمعة. وظيفتها ايه؟ بتنتج البروتين وتطلعه على طول في السيتوبلازم. هي موجوده في السيتوبلازم بتطلع البروتين في السيتوبلازم. ليه؟ عشان الخليه تستخدمه في النمو والتجديد والعمليات الاخرى. بالنسبه للموجوده على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، هي بتطلع بتنتج برضو البروتينات. بعد كده الشبكه الاندوبلازميه الخشنه دي بتدخل عليها بعض التعديلات بعد نقلها لجسم جولجي، وبتكون طبعا الريبوسومات فيها اكثر عددا. طيب تاني عضيه من العضيات غير غشائيه هو الجسم المركزي السنتروسوم، قلت لكم افتكروه بشبه النجمه كده. خلاص. هو عباره عن اهم مجموعتين اهم، كل مجموعه بتبقى عباره عن 9 أنابيبات دقيقه مرصوصه في ثلاثيات، يعني 9 × 3 = 27. يعني المجموعه الواحده السنتريول الواحد عباره عن 27 أنابيبه دقيقه.
خلاص يبقى 27 و27، يبقى الجسم المركزي السنتروسوم كله على بعضه 54، لكن السنتريول الواحد 27. هو موجود فين؟ احنا قلنا ان هو موجود في الخلايا الحيوانية ما عدا الخلايا العصبية، ولا يوجد في الخلايا النباتية والطحالب ومعظم الفطريات، يعني في فطريات فيها وفي فطريات لا. طيب في الخلية النباتية والطحالب بيقوم بدور الجسم المركزي السنتروسوم المسؤول عن الانقسام الخلوي، بيقوم بدوره جزء من السيتوبلازم. الجسم المركزي السنتروسوم عبارة عن 2 سنتريول جنب النواة، خلاص بيلعب دور مهم أثناء انقسام الخلية. بيعمل ايه؟ أول حاجة بيتكون عندنا خيوط المغزل اللي تحت دي، وبعد كده الخيوط المغزل دي بتمتد بقى بين السنتريولين عند كل قطب، وبتسحب الكروموسومات عند ايه؟ عند قطبي الخلية، وده اللي بيؤدي لانقسام الخلية. ليه دور تاني السنتروسوم؟ ليه دور تاني في تكوين الأصوات والأهداب. طيب بعد كده دخلنا على العضيات الغشائية المحاطة بغشاء، وقلنا نفتكر ان الغشاء اهم حاجة، الغشاء ده بيبقى مكون من الفوسفوليبيدات، يعني بيأثر عليه الميزوبات العضوية. أول عضية عندنا هي الشبكة الإندوبلازمية، حاجة مهمة جدا جدا جدا، الشبكة الإندوبلازمية اللي بتبقى بجوار النواة. خلاص الشبكة الإندوبلازمية دي عبارة عن شبكة من الأنيببات الغشائية، وبتبقى متخللة لجميع أجزاء السيتوبلازم ومحاطة بالغشاء، محاطة بغشاء، وبتبقى متصلة بالغشاء النووي وغشاء الخلية. وظيفتها إيه؟ عبارة عن نظام نقل داخلي، بتنقل المواد من جزء لآخر داخل الخلية، وبتنقل المواد برضو من النواة للسيتوبلازم نقل. أنواعها في نوعين، يا إما شبكة إندوبلازمية خشنة يا شبكة إندوبلازمية ملساء. الشبكة الإندوبلازمية الخشنة الريبوسومات فيها بتبقى موجودة بشكل كبير على السطح بتاعها، بالنسبة للملساء ما فيهاش، خالية تماما من الريبوسومات. وظيفة الشبكة الإندوبلازمية الخشنة إيه؟ قلنا أول حاجة تخليق، ليها دور في تخليق البروتين، وبتدخل تعديلات على البروتين اللي خارج من الريبوسومات، وبتصنع الأغشية جديدة بالخلية. بتوجد فين؟ بتوجد في بطانة المعدة وخلايا الغدد الصماء. ليه؟ لأنها مسؤولة عن إفراز الإنزيمات والهرمونات. تمام، بطانة المعدة الإنزيمات وخلايا الغدد الصماء الهرمونات. بالنسبة للشبكة الإندوبلازمية الملساء ما فيهاش ريبوسومات، وظيفتها إيه؟ وظيفتها بتخلق الليبيدات وبتخزنها، تمام. وتاني حاجة بتحول الجلوكوز لجليكوجين، وتالت حاجة بتعدل طبيعة المواد السامة لمواد أقل سمية. عشان كده بتوجد فين؟ بتوجد في خلايا الكبد. ليه؟ لأنها بتحول الجلوكوز لجليكوجين وبتخزنه في الكبد، وكمان بتحول المواد قلنا الكيميائية السامة لمواد أقل سمية. إذن نستنتج من هنا إن الهرمونات سواء ليها طبيعة بروتينية أو طبيعة ليبيدية بتتكون عن طريق مين؟ الشبكة الإندوبلازمية. الشبكة الإندوبلازمية الخشنة بتكون الهرمونات البروتينية، والشبكة الإندوبلازمية الملساء بتكون الهرمونات الإيه؟ الليبيدية. تاني حاجة عندنا اللي هو جسم جولجي. جسم جولجي وقلنا ان هو عبارة عن مجموعة من الأكياس الغشائية المفلطحة، لأن هو غشائي برضو، يسمى جهاز جولجي بمعقد جولجي، ويعرف في النباتات والطحالب باسم الديكتوسوم. طبعا هنا بيبقى موجود في الخلايا الإفرازية، عشان كده بتختلف أعداده تبعا لنشاط الخلية الإفرازي. وظيفته ايه؟ انه بيعالج البروتين وبينقلها، معالجة البروتينات ونقلها. احنا قلنا ان البروتينات بتتنقل من الشبكة الاندوبلازمية الخشنة لجسم جولجي علشان يبتدي ان هو يعمل معالجة للبروتينات دي وينقلها، وليه دور في تكوين افرازات الخلية. ازاي بقى؟ اول حاجة انه بيستقبل الجزيئات اللي بتنتجها الشبكة الاندوبلازمية من خلال الحويصلات الناقلة، بعد كده بيبتدي يصنف المواد دي ويدخل عليها تعديلات، ويبتدي يوزع المواد في الخلية لمواضع استخدامها، او ان هو يعبيها في اللايسوسوم او الحويصلات الافرازية اللي بتتجه نحو غشاء الخلية، وبعد كده الخلية بتطردها كمنتجات افرازية.
مهم جدا ان احنا نعرف خط سير مثلا هرمون معين او انزيم معين، ان هو الاول بيتنقل من خلال الشبكة الاندوبلازمية، بعد كده بيروح على جهاز جولجي، بعد كده بيحصل له بعض التعديلات، وجسم جولجي بعد كده بيبتدي ان هو يخرجه من الجسم كمنتجات افرازية. طيب بعد كده عندنا اللايسوسومات. اللايسوسومات قلنا بتتكون من خلال الايه، جسم جولجي، يبقى جسم جولجي هو اللي بيكون اللايسوسومات. بتحتوي طبعا على انزيمات هاضمة، وظيفتها ايه؟ اول حاجة انها بتتخلص من الخلايا والعضيات المسنة، تاني حاجة بتهضم المواد الغذائية اللي بيتم ابتلاعها بواسطة الخلية لمواد ابسط تستفيد منها الخلية. اللايسوسومات دي بتقصر فين؟ بتقصر في خلايا الدم البيضاء. ليه؟ لان هي بتستخدم الانزيمات اللي موجودة في اللايسوسومات عشان تهضم وتدمر الميكروبات اللي بتغذي الخلية. بالنسبة لخلايا الدم الحمراء ما فيهاش لايسوسومات ولا ميتوكوندريا. طيب ليه الخلية ما بتتأثرش بالإنزيمات اللي موجودة في اللايسوسومات؟ لأن احنا قلنا إن اللايسوسومات دي فيها إنزيمات، أولا بتبقى محاطة بغشاء يعزلها عن مكونات الخلية. قلنا دور اللايسوسومات في هضم الكائنات الممرضة داخل خلايا الدم البيضاء، أول حاجة إن بيحصل عملية إدخال خلوي، بعد كده الخلايا البكتيرية دي بتدخل داخل حويصلة هضمية، بعد كده عندنا جسم جولجي أهو طلع اللايسوسوم، بعد كده ابتدى اللايسوسوم ده يندمج مع الحويصلة دي ويطلع الإنزيمات الهاضمة حللت الخلية البكتيرية، بعد كده حصل لها عملية إخراج خلوي بره الإيه، الخلية. رقم 4 عندنا هو الميتوكوندريا أو بيت الطاقة أو موقع حدوث مراحل التنفس الهوائي. الميتوكوندريا زي ما احنا عارفين بيتكون من غشائين، واحد خارجي والتاني داخلي. الداخلي بيبقى متصل بحاجة اسمها أعراف أو ثنيات. الميتوكوندريا ليها حمض نووي خاص بيها، عشان كده كانوا بيقولوا إن هي عبارة عن كائنات مستقلة بدائية النواة. ليه؟ لأن ليها حمض نووي خاص بيها. الأعراف أو الثنيات دي اللي بتعمل على زيادة مساحة السطح الداخلي اللي بيحصل فيه تفاعلات اللي هي الخاصة بإنتاج الطاقة أو تفاعلات التنفس أو تفاعلات أكسدة الجلوكوز. عشان كده بيكسر فين؟ بيكسر في الخلايا اللي بتحتاج طاقة زي العضلات. ليه؟ العضلات بتحتاج طاقة، وبالتالي الميتوكوندريا بتساعدها على زيادة إنتاج الطاقة اللي بتحتاجها لإيه؟ العضلات. لكن بتقل في الخلايا اللي ما بتحتاجش طاقة زي إيه؟ زي الجلد. الجلد ما بيحصلش فيه عمليات كتير، وبالتالي ما بيحتاجش كمية طاقة كبيرة، فالميتوكوندريا بيكون فيها قليل. خلاص، فكمية الطاقة اللازمة للخلية هي اللي بتحدد عدد الميتوكوندريا داخل الخلية. وظيفته ايه الميتوكوندريا؟ اول حاجة موقع حدوث مراحل التنفس الهوائي، ماشي، هو اللي بيحصل فيه عملية التنفس او عملية اكسدة الجلوكوز. تاني حاجة مستودع الرئيسي لانزيمات التنفس الخلوي. تالت حاجة مستودع المواد اللازمة لتخزين الطاقة الناتجة من التنفس الخلوي نتيجة أكسدة المواد الإيه، الغذائية. احنا عارفين ان الـ ATP او عملة الطاقة بيتكون ازاي، ان عندنا الجلوكوز لما بيحصل له أكسدة بيتم تحرير منه طاقة، الطاقة دي بتحمل على مركبات الـ ATP. لابد من توافر الـ ADP والفوسفات عشان ايه؟ عشان يتكون عندنا الـ ATP داخل الميتوكوندريا. بعد كده بيبتدي بقى عملة الطاقة اللي هو الـ ATP ده يبتدي يوزع الطاقة على باقي أجزاء الخلية. رقم 5 عندنا هو الفجوات، والفجوات دي عبارة عن أكياس غشائية شبه الفقاعة كده، بتبقى جواها سائل زي البالونة كده، فهي دي اللي بتحافظ على شكل الخلية. يعني بالونة مليانة كده مية مثلا، هي دي اللي بتحافظ على شكل الخلية. وظيفتها إنها بتخزن جواها المية والمواد الغذائية، وبتخزن كمان الفضلات الخلوية لحين التخلص منها. ليها وظيفة تانية إنها بتدعم انتفاخ الخلية، وبتحافظ على الضغط الايه، جدار الخلوي، حتى لا تفقد الخلية شكلها. موجودة في الخلايا الحيوانية وموجودة في الخلايا النباتية. بالنسبة للخلايا النباتية بتبقى واحدة كبيرة كده في النص، لو انت فاكرين شكل الخلايا النباتية هي بتبقى موجودة كده كبيرة في النص اهي، بصوا بتبقى اكبر العضيات في الخلايا النباتية. بالنسبة للخلايا الحيوانية بتبقى صغيرة وعددها كبير. بعد كده دخلنا على
عضي مهم جدا غشائي اسمه البلاستيدات. البلاستيدات ليها اشكال متنوعة بتبقى موجودة في الخلايا النباتية فقط. برضو البلاستيدات زي الميتوكوندريا بتحتوي على حمض نووي خاص بيها، عشان كده كانوا بيقولوا ان هي كائنات مستقلة بدائية النواة. بتتركب من ايه؟ بتتركب من غشاء مزدوج او غلاف مزدوج داخلي وخارجي. طبعا بتتكون من ستروما، الستروما دي بتحتوي على الجرانا، اقراص الجرانا، والجرانا دي بتبقى عبارة عن اقراص فوق بعض كده، كل قرص اسمه السايلاكويد. الجرانا طبقات غشائية مترصة على هيئة صفائح بتحتوي على اصباغ. تمام، احنا عندنا بقى البلاستيدات دي بتعمل ايه؟ بتعمل عملية البلاستيدات الخضراء، ده موقع حدوث تفاعلات البناء الضوئي. طب البناء الضوئي بيحصل فين؟ بيحصل اولا قلنا على مرحلتين، مرحلة لا ضوئية ومرحلة ضوئية. اول حاجة المرحلة الضوئية، وهو ان البلاستيدات الخضراء دي الجرانا او السايلاكويد الصفائح اللي فوق بعض دي بتحتوي على الكلوروفيل. الكلوروفيل ده بيبتدي، او ده لونه اخضر، الصبغ لونه اخضر، بيبتدي يستقبل ضوء الشمس، ده بقى التفاعلات الضوئية، بيسيب يستقبل ضوء الشمس ويحوله لطاقة كيميائية بتخزن في مركبات. بعد كده تاني مرحلة اللي هي التفاعلات اللا ضوئية، دي المرحلة التانية من البناء الضوئي، بتتم فين؟ بتتم في الستروم. بيبتدي بعد كده ان بيحصل بقى ايه؟ تكوين الغذاء. طب في بلاستيدات بتبقى شكل تاني، في مثلا عندنا بلاستيدات اسمها الليكوبلاست او البلاستيدات البيضاء عديمة اللون، دي ما فيهاش اصباغ، بتبقى موجوده في جذر البطاطا، حاجات لونها ابيض بقى، درنة البطاطس، اوراق الكرنب الداخليه، وظيفتها ايه؟ مراكز تخزين النشا، حاجه لونها ابيض. طيب بالنسبه للكروموبلاست او البلاستيدات الملونه، ملونه يبقى فيها صبغ الكاروتين، بيبقى احمر اصفر برتقالي، وبتوجد في باتلات الازهار وفي الثمار وفي جذور النباتات اللي لونها زي اللفت، اللي بتبقى ملونه، دي وظيفتها ايه؟ بتكسب الاجزاء اللي بتتواجد فيها لون خاص بيها. طب بالنسبه للبلاستيدات الخضراء اللي احنا قلناها من شويه، دي فيها صبغ الكلوروفيل لونه اخضر، بتوجد في الاماكن بقى اللي هي الحاجات الخضراء زي الورق والسيقان الخضراء، بتتم فيها عمليه البناء الضوئي. يبقى البلاستيدات الخضراء هي موقع لحدوث تفاعلات البناء الضوئي.